ماما زمنها جاية جاية بعد شوية، جايبة معاها شنطة وطنطة. السلام عليكم اخوانا اخواتي الكرام، تحياتي جميعا، كنحييكم كل واحد باسمه في اي مكان كنتو ازور في اليوم. في البدايه كنتمنى ان الفيديو هذا يلقاكم بصحه وبعافيه ان شاء الله، وتكونوا محميين دائما من هاد الامراض وهاد الاوبئه وهاد العاهات اللي كاينين دابا. وكنتمنى كذلك ان الله سبحانه وتعالى يتقبل صيامكم وقيامكم في هذا الشهر الفضيل، الشهر المبارك. في هذا الفيديو هذا عندي واحد يعني واحد تعليق بصح التعبير على واحد الفيديو ديال واحد الجندي جزائري سابق اللي فجر واحد القنبلة خطيرة بزاف وفضح فيها جنرالات الجزائر وهذا النظام العسكري الجزائري الفاشي ومؤامرته الدنيئة والخسيسة والشيطانية على المغرب. هذه المؤامرة اللي مستمرة منذ أن أخذت الجزائر الاستقلال، يعني من نهار خذوا هما بين قوسين الاستقلال من فرنسا وهما خدامين معاداة المغرب على طول، يعني على طول الخط. المغرب هو إبليس، المغرب هو الشيطان، المغرب هو ما نعرف الجل الزرق، المغرب هو كذا، المغرب هو يعني حرب ضروس لا هوادة فيها على المغرب. وباش تعرفوا مدى الحقد ديالهم والكره ديالهم للمغرب، ممكن انهم يضحيو بالمعيشة ديال الشعب ديالهم ويضحيو يعني بسعادة شعبهم ضد المغرب. و يعني يدعموا بسخاء العصابة والمرتزقة ويستعملوا جميع الأساليب اللي الشيطان يحير فيها. ولا الشيطان ما عمرو كاع يعني يكون هو تخايل أنه يجي شي نهار غادي يتخايل أنه يفكر فيها، لكن جنرات الجزائر فكروا فيها. يعني يا جنرات الجزائر كون وظفوا هاد العقل ديالهم اللي خدام كيقلب على المؤامرات والدسائس المغرب، يعني يكون انهم استعوضفوه انهم يلقاو مع حلول مشاكل ديال شعبهم وبلادهم، بلادهم تكون في اعلى المستويات. لكن مع الاسف تبلينا بهذا النظام اللي يعني خرج على بلاده والان داير لينا الدبانه حنايا المغرب. لكن هيهات المغرب راه ماشي تزاد البارح، المغرب راه قرون. واحد الفيديو ديال كما قلت لكم في الاول ديال واحد العسكري جزائري اللي شارك في حرب امقالة، حرب امقالة ديال معركة امقالة يعني الشهيرة معروفة، واحد الحرب اللي قامت بيننا وبين صنداليستان، لكن هي في الحقيقة حرب ما بين المغرب والجزائر اللي كلاو فيها واحد الطريحة ما عمرهم ينساوها لحد اليوم. شوفوا شنو قال هاد يعني الجندي الجزائري على هذه القضية هذه، اللي هو كان أحد يعني المشاركين، يعني كان هو مشاركين فيها. شوفوا الجنرالات كيفاش يسيروا الأمور بلاتي بلاتي، غادي نحطها هكا باش تسمع ونديروا ليها فيديو هكا بلاتي. En 75, ils nous ont menti. Nous étions des jeunes. Moi, j'avais 24 ans quand je suis rentré de l'armée. J'ai failli mourir à 25 ans. Parce que les bandits de Bouteflika et des colonels de l'époque nous ont menti pour dire nous allons. عندنا صحابه راهي في الحدود نتاعنا، حنا ما على بالناش هذو البوليساريو ما نعرفوش، حتى لقينا رواحنا لابسين القنادر ولي باتوغا وحطوا لنا دي ميداي تاع 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 الحديد افيك دي بلاك، ولحونا الكوارت نتاعنا وبعثونا بير لحلو تيفاريتي سماره وانا في عام قالا
عام قالوا رصاص ولا يخيط يا الخوباته يا المجرمين. اي كونت 108 d'entre nous ont été faits prisonniers par les forces armées royales marocaines Bouteflika al-Khabith al-Muslim واش قال لهم؟ قال لهم حنا ما بعثنا حتى واحد. اي حسن دو كاس كي لا في il a dit donc ils ne sont pas protégés par la convention de Genève. سمعتوا؟ سمعتوا؟ هذا ضابط او لا جندي جزائري قال لك ناض جنرالات ديال بوتفليقه او ديك الساعه يمكن ديك الساعه كان بوتفليقه وزير الخارجيه ناضوا الجنرالات شدوا هاد الافراد الجنود الجزائريين هذا كان واحد منهم هو جندي جزائري شدوهم ولبسوهم دوك اللباس الصحراوي المغربي على اساس انهم بوليزاريو ورماوهم في ديك اللي كانت مناطق عازله دابا ولات الحمد لله اراضي مغربيه هاد داك اللي هذيك المنطقه اللي وراء داك الجدار الامني العازل اللي بيننا وبين موريتانيا من جهه وبيننا وبين الجزائر من جهه اخرى ف رماوهم تما على اساس انهم بوليزاريو ولبسوهم دوك الدراعيات كما قال لك هو وداك الشيء اللباس الصحراوي على اساس انهم بوليزاريو هما جزائريين رموهم تما في الصحراء القاحله وخلاوهم تما بوليزاريو فاش جاء اولا جات القوات المسلحه الملكيه المغربيه شدوهم ويعني واستنطقوهم عرفوهم جزائريين مشاو اتصلوا بالجزائر قال لهم راه عندنا شنو نديروا هادو راه يعني اسرى ديالكم ناض بوتفليقه قال لهم حنا ما عندنا حتى شي اسرى تنكر ليهم تنكر يعني الجنود ديالو يعني اولا شوفوا الخبث كيفاش انهم داروا هاد الطريقه اللي كيجي في الاخر يقول لك لا حنا ما عندناش شي علاقه بالصحراء الغربيه بين قوسين كما كيقولوا هما الصحراء المغربيه رغم انفهم حنا ما عندناش شي علاقه بالصحراء الغربيه هذا موضوع ما بين المغرب وما بين سانداريستان وهو مطروح في الامم المتحده اللي خصها تلقى الحل اما الجزائر ما عندها حتى شي ما عندها لا ناقه ولا جمل في هادشي على بوليزاريو هما اللي مشاو فرضوا او سانداريستان هما اللي مشاو فرضوا على جنرال الجزائر قال لهم عطيونا الجنود ديالكم ولبسوهم داك الشيء وصيفطوا من تما على اساس انهم جنود جزائري على اساس انهم من سانداريستان شوفوا ضحاو بولادهم وبجنودهم ورموهم للتهلكه في خاطر بوليزاريو في اقل من 7-8 شهور بعتك في مهمة بالغة الصعوبة وهي أول مهمة خارجية وبالغة التعقيد بين الجزائر والمغرب نظام ملكي نظام ثوري توتر العلاقات بينهما وحدود مصادمات ومشحنات على الحدود وجود أزمة البوليساريو ورحت حضرتك في وفد محدود حضرتك والدكتور أسامة الباز وعز الدين مختار وقعدتوا حوالي 17-18 يوم في مفاوضات مكوكية شديدة الصعوبة وعدت ب نتائج أربعة مهمة جدا. التجربة دي كانت أهميتها إيه بالنسبة لك؟ والله هو كلفني بيها مش حاضر أقول له لأ. قال لي شوف المشكلة إداني بريفك كده عن الجزائر وبريفك عن المغرب وأنا عاوز تشوف إيه المشكلة وحاول بكل الطرق إنك تحل المشكلة دي معاهم. رحت الجزائر رئيس بومدين قال لي مصر مش عارف مصر قلت له يا رئيس أنت مصر عملت لك كتير أنا مش عاوز أتكلم عنها هو دخل هاجم في الأول يعني قلت له انت اكتر واحد تعرف مصر عملت لكم ايه؟ ايه المشكله؟ المشكله انهم حاطوا قوات داخل ارض الجزائر اللي هي مشكله لحد دلوقتي بس خفت عدتها. اليزاري. المهم قلت له طب بس اديني فكره عشان انا هروح للملك الحسن ورحت للملك الحسن. كلمت معاه قال لي هو في قوات موجوده في المكان الفلاني وعلى 300 كيلو من حدوده من حدود الجزائر. دخل في الارض في الصحراء. تنيت رايق جاي من هنا واكلم ده واكلم ده لما وصلت الاخر ان هو شوف يعني قلت للرئيس بومدين ده دلوقتي هو محاصر قوات. انا اقدر اقنعه يفتح لك الباب ده بعد ما ايه رايح جاي يمكن في اليوم مرتين. يفتح لك الباب وانت ليك 2200 عسكري و106 معده. الملك الحسن ممكن ياخدهم وعلى التلفزيون يفتح يتكلم بقى الدنيا واعتقلنا وبتاع. انا رايي تطلع قال لي يعني ابقى مهزوم قلت له لا هروح اقعد معاه مفيش حاجه مهزوم ولا منتصر ده بعد نقاش حوالي كذا يوم وكنا
ودينا قلنا الوزراء الخارجيه. بس انت ما حضرتك ما كنتش ولا بتستفز من طرف ولا تبين انك مع طرف، انك محايد مع الطرفين. ايزي قوي. كان اتفق في الاخر بقى لما وجد، قلت له يا سياده الرئيس الخريطه انت ما قلتليش عندك كذا وما عندكش كذا. اه اتفضل. الملك الحسن معتال. قال لي طيب واعمل ايه؟ اه اتفضل. الملك الحسن معتال. قال لي طيب واعمل ايه؟ قلت له اسمع، ممكن اقنع الملك الحسن انه يفتح لك البتاع وتخرجه، وما عنديش مشكله، ما تسويش تحط لي 2200 واحد هنا وما اديته، هيستولى عليهم وهيطلعهم على التلفزيونات. قال لي طيب انا رحت الملك الحسن، تعبنا الله يرحمه الملك الحسن، قعدنا الاربعه صباحا لما وافق، وبعت لهم قلت لهم موافق، وفتح لهم الفتحه وخرجت القوات ومشيت. قلت له هتذيع تقول ايه؟ الملك الحسن كان يعني بيني وبين ود بقى، كنت اول مره التقي معاه. قال لي هقول ان قواتنا دخلت تفريتي دي ولا اسمها تفريتي وهناك وخلاص، مش هجيب سيره الجزائري. وانبسط بمدين وحالتها للملك الحسن، وخط الطياره وانطرب. اتفقتوا على انه في لقاء يكون في القاهره بين وزيرين الخارجيه ثم تمهيد القمه بعد ذلك. وبعدين طلعت على القاهره وصلت 9 صباحا. بس كانت رحله مهلكه اول مره. على فكره كان هيحصل توتر تاني وسيادتك برضه اتدخلت في المره الثانيه. رئيس السادات تاني بعدني تاني. نعم. دي كانت نوع من الخبره المضافه الجديده في مجال جديد من حياتك. عندي كده يعني قدره اقدر اتعامل مع اي واحد بطريقه لا استفزه، ومهما استفزني ما اتنرفزش. طب ازاي ده يعني مثلا؟ مش هو طبع فيا، تعودته في حياتي من نشاتي لحد كده. وفي الخارج يقول لك احنا ما عندناش علاقه ببوليزاريو، احنا ما والو، احنا ما عندناش علاقه ببوليزاريو. ماما زمنها جايه جايه بعد شويه، جايبه معاها شنطه وطنطا. صحابكم دريس اخر احنا كنضحكوا لنا ولا شنو؟ العالم كله عارف بان الجزائر هي اللي موريس صنداليستان، العالم كله عارف بان الجزائر هي اللي كتحرك صنداليستان، العالم كله عارف بان الجزائر هي اللي كتمول وكتدفع الملاير لصنداليستان. ما كاين لا بوليزاريو ولا الجمهوريه العربيه الصحراويه الديمقراطيه الاشتراكيه الشعبيه ما عرف شنو، ما كاينش هذا الشيء. هادشي كلشي وهم في وهم. كاين حقيقه وحده، ان الجزائر او النظام الجزائري هو اللي وراء هذا الصراع اللي كاين الان في شمال افريقيا. سالينا هذا الصراع اللي كيمس الوحده الترابيه ديال بلادي انا، ديال بلادنا حنا المغرب. يعني ماشي تجي تقول لي لا علاش كتهضر عليا ولا عليا، انت بلادك وجنرال ديالك وحكامك هما اللي جايين هاجمين على بلادي، هما اللي جايين كيطاولوا على بلادي، هما اللي جايين طالعين الكلاب باش يقسموا بلادي. فما تجيش تلومني انا فاش كنجي كننتقد. سير بعدا ربي النظام ديالك وقول ليه انا محتاج دوك الفلوس، هذوك الفلوس اللي كتعطيهم الامينات وخيدر باش تمشي تبات في سويت رويال، هذوك الفلوس محتاجهم انا، هذوك الدبابات والصواريخ والماكله والشراب اللي عند صنداليستان، راه انت الجزائري انت اللي كتخلصهم من فلوسك. فأنا من كمواطن مغربي من حقي ندافع على أرضي وعلى بلادي. وهذوك الأوساخ اللي دايرين فيها مناضلين، كتلقى قناة على قدها زعما ديك اللعبة، هو كيبين للشعب أنه كيدافع كيهاجم المخزن وكيدافع الحرية والديمقراطية والظلم والاستبداد، وكتلقى الفحوة ديال الفيديوهات ديالو كلها يعني مع صنداليستان. أوكي دابا هادو دابا اللي جايين وشي وحدين منهم داروا شي فيديوهات زعما ديك اللعبة باش أنا نخرج ونهاجمهم. راه التربية ديال عبد الله بن ياسين أوليدي زعما ديك اللعبه، انا نمشيو نجيبو دوك الرخاص المغاربه اللي كيتسموا مناضلين، نمشي انا نرد عليهم ونهاجمهم وهما الاخرين يتفرجوا. زعما ديك اللعبه هما راه مخططين استراتيجيين. لا انا عارف الفيلم وعارف كلشي اش كاين
والمغاربه بزاف واعرين عليكم، بزاف بزاف واعرين عليكم المغاربه، والله ما توصلوا ليهم. فهادو اللي دايرين فيها مناضلين ودايرين فيها كذا وزين كيقولوا دابا واحد مناضل كيجي كيقول لك انا بغيت ندافع على حقوق الشعب المغربي وضد الملكيه وضد الاستبداد وضد ما نعرف شنو. اوكي مزيان، انت ضد الملكيه وضد الاستبداد وضد المخزن، اوكي زوين برافو، لكن قول لي الراي ديالك في بوليساريو. يلا واش انت خارج كتجي كتقول لي انا ضد الملكيه وضد الاستبداد وفي نفس الوقت كتقول لي انا مع بوليساريو والبوليساريو عندهم الحق والجزائر عندها الحق؟ واش فهمتوا دابا القالب اللي بغيت نقول لكم؟ انا سيدي عياش، انا عياش وما نعرف عبد وما هذا ومخزني ومخابرات واللي بغيتي تقول قول. انت واعر يا سيدي، انت مناضل، انت تشيكيفارا، انت واعر. خرج غير في فيديو وقول للمغاربه الصحراء ماشي مغربيه، يلا قول للمغاربه الصحراء ماشي مغربيه. واش انت خارج فيديوهات كتقول لهم المغرب وبرويطة بوريطة برويطة والمخزن كلا العصا في الصحراء؟ هذا شنو هذا؟ ماشي مع صندريستان و بوليزايو كتهزم المغرب في معركة الأمم المتحدة. دونك انت خرج قول للمغاربة، يعني ماشي دير داك القوالب ديال انك انت كتبين المغرب انك انت راه قلبك هشيش وحنين على المغاربه وكتدافع على حقوقهم، في الاخر كتخشي ليهم السم في العسل وكتحاول يعني تنومهم مغناطيسيا باش ما يدافعوش على ارضهم وعلى الوحده الترابيه ديال بلادهم. لا لا عمي، لا 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 عمي، هادشي غادي نتصداو ليه، هادشي غادي نتصداو ليه، وغادي ندافعوا على ارضنا وغادي نفيقوا المغاربه باش يعرفوا حقيقتكم. والصحراء مغربيه، انت الا ما عجبكش الملك ولا ما عجبكش النظام ولا ما عجبكش المخزن داكشي شغلك، داكشي شغلك، ولكن ما عندكش الحق انت تجي تفرض عليا انا شنو نحب وشنو نكره، داكشي ليس من شانك، ماشي شغلك داكشي. ولكن فاش تخرج تجي تقول الصحراء ماشي مغربيه ديك الساعه غادي نباليو بيك. ولا كنتو رجال هاد الشمايت هادو اللي كنتو رجال خرجوا قولوا للمغاربه الصحراء ماشي مغربيه. دابا حنا معاكم، حنا وحنا معاكم صندليستان وهادوك الذباب الالكتروني ديال الجنرات الجزائريين، هادوك اللي خارج يهاجمونا راه جبناهم من الارض. دابا وحنا معاكم انتوما، وحنا معاكم انتوما. كاينين شي وحدين دوك الذباب الالكتروني ديال الجزائريين اللي خارجين كيهاجموا المغرب، وواحد السبه دائما كيسبو كيقول لك ابو سلي الدين كذا، احنا لا لا نركع الا لله. واو 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 الايمان، نحن لا نركع الا لله. يا سلام يا واد يا مؤمن، خلي هذاك المصري واخ. انا هاد القضيه ديال البروتوكول الملكي كنت تكلمت عليها شحال من مره، كنت عليها شحال مره ودرت عليها فيديوهات وهضرت عليها وهضرت وهضرت وهضرت. اوكي دابا نوريكم واحد الصوره ديال هادو اللي قال لك نحن لا نركع الا لله. شوفوا شوفوا هاد الصوره هادي، شتو تكون شكون هما هادو؟ وشكون هو اللي كيركع؟ هادشي فين؟ هادشي في المغرب في المروك. هذا واش الملك محمد السادس؟ وهذا شكون هذا اللي راكع عليه؟ هادو اللي حداه شكون؟ شكون هذا بوريطة هذا؟ ولا هذا شكون هذا الحموشي ولا شكون؟ ولا وزير الداخلية الفتيت؟ ها شوف يعني مازال حنا راه ملكية بعد، حنا راه أربعة القرون والنظام الملكي المغربي كاين دابا أربعة القرون هي لهاد الأسرة، ما حنا راه إمبراطورية على مدى السنين على مدى العصور، ولكن هاد النظام الملكي العلوي راه أربعة القرون، يعني إلا كتحكم أربعة القرون داك الشيء بكري استمر داك الشيء مع الوقت. يلا وشنو غادي تقولوا دابا؟ واحد راكع للتبون مع دابا رمضان نقولها بالتاء، رمضان حشومه تخيلوا ما انا ما
عارف انا واش انا بعدا ما انا حنا كتبون كنديروا ليه ما كنركعوش الدراري خليوني نسالي هذا الفيديو راه غادي نرولها تحياتي لكم ونعاودها فيديو جديد شكرا.